هل أتينا بكلمة بها حرف ساكن أو حرف مضموم أو حرف منون؟ لا. لماذا؟ لأننا في هذا المنهج لا نطلب من المتعلم أبدا أن ينطق حرفا ما علمناه كيف ينطقه. نعلمه الأول كيف ينطق الحرف نطقا صحيحا، ثم نطلب منه أن ينطق. فكلمات درس الكسر كلها بها حروف مكسورة، وباقي أحرف الكلمة حروف مفتوحة فقط، لأنه تعود على نطق الحروف المفتوحة. فنراجع على الدرس السابق وهو الفتح، ونقدم الدرس الحالي وهو الكسر. هنا الكلمة الأولى إيراما، ونحن نتهجى كالمعتاد، ننطق الحرف الأول بمفرده إي، ثم الثاني بمفرده را، ثم نركب الحرفين معا إيرا، ثم ننطق الثالث بمفرده ما، ثم نركب الثلاثة معا إيراما، فيكون التهجي إيرا إيرا ما إيراما، ح بي حبي طا حبي طا، خ لا خالاتي خالاتي، تا جي تاجي دا تاجي دا، إيراما حبي طا خالاتي تاجي دا، وهكذا. ثم ننتقل إلى كلمات السطر الثاني، ونبدأ في تهجي كلمات هذا السطر. راحي راحي ما راحي ما، شاخي شاخي طا شاخي طا، رادي رادي فا رادي فا، شاري شاري با شاري با، راحي ما شاخي طا رادي فا شاري با. ثم السطر الثالث بنفس الأسلوب. تازي تازي دي تازي دي، حاسي حاسي با حاسي با، خاشي خاشي يا خاشي يا، راضي راضي يا راضي يا، تازي دي حاسي با خاشي يا راضي يا. ثم كلمات السطر الرابع. خاطي خاطفة خاطفة، معي معي يا معي يا، حافي حافظة حافظة، باقي باقي يا باقي يا، خاطفة معي يا حافظة باقي يا. ثم كلمات السطر الخامس. مالكي مالي مالكي مالكي، أمي أمينة أمينة، ترى تراني تراني، عاهي عاهدة عاهدة، مالكي أمينة تراني عاهدة. ثم كلمات السطر قبل الأخير في هذا التدريب، وهي كلمات مكونة من أربعة أحرف، كل كلمة مكونة من أربعة أحرف، والتهجي بنفس الأسلوب. بسم الله. بسم الله. كما كما ثا كمثلي كمثلي، وقا وقا ع وقاعتي وقاعتي، بلا بلا غ بلغتي بلغتي، وعا وعانا وعانتي وعانتي، كمثلي وقعتي بلغتي وعانتي. ثم كلمات السطر الأخير، أول وثاني كلمة، كل كلمة مكونة من خمسة أحرف، بي با بي با دا بي با دا ني بي با دا ني كا بي با دا ني كا، نفس الأسلوب. أنطق كل حرف بمفرده أولا، ثم أضمه على الأحرف السابقة. بعد ذلك عندنا أمثلة، كل مثال مكون من كلمتين، نتهجى كل كلمة بمفردها أولا، ثم نضم الكلمتين معا. فكيف نتهجى هذه الأمثلة في السطر الأخير في هذا التدريب من درس الكسر؟ بسم الله. بي با بي با دا بي با دا ني بي با دا ني كا بي با دا ني كا،
لي خا لي خا جا لي خا جا نا لي خا جا نا تي لي خا جا نا تي لي أ لي أ ها لي أ ها ب لي أ ها ب لا كي لا كي لي أ ها ب لا كي و جا و جا ع و جا ع لا و جا ع لا ك لي ك لي ما كلمة ت كلمة وجعل كلمة ببدنك لخزانتي لأهب لك وجعل كلمة. وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم الدرس المتعلق بالحالة الثانية من حالات حروف الهجاء وهي حالة الكسر. ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثالثة وهي حالة الضم. حالة الضم بنفس الأسلوب يمكن أن نتعامل معها. حروف المضمومة ننتبه هنا لضم الشفتين ونحن ننطق الحرف المضموم. عندما أقول أو أو هذا حرف مضموم، إذن يجب أن أضم الشفتين أو. عندما أنطق الحرف الثاني حرف الباء بو بو أنتبه لضم الشفتين وأنا أنطق الحرف المضموم حتى لا أخطئ وأنا أقرأ القرآن. بعض الناس مثلا عندما تنطق كلمة البيوت الباء مضمومة يقولون البيوت البي، لا بي، أنت كسرت الباء وأنت تقرأ برواية حفص، ورواية حفص هنا الباء مضمومة، يبقى البيوت. كلمة العدوان العو عو العين مضمومة، بعض الناس عندما تقرأ تكسر العين وتقول العي وهو يقرأ برواية حفص، إذن هو أخطأ. الصحيح العين مضمومة، فننتبه لضم الشفتين ونحن ننطق أي حرف مضموم، نضم الشفتين بالقدر المناسب. فكيف ننطق الحروف مضمومة؟ أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو. الراء مضمومة، إذن هي مفخمة، مفتوحة مفخمة، مضمومة مفخمة، ترقق عندما تكون مكسورة. زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو. وبعد أن نقدم نطق الحروف بالضم ننتقل إلى تهجي بعض الكلمات القرآنية. الكلمات هنا في درس الضم، إذن أي كلمة مختارة لابد أن يكون فيها حرفا مضموما، موضوع الدرس. وماذا عن باقي أحرف الكلمة؟ باقي أحرف الكلمة إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة كمراجعة على الدرسين السابقين. لا نأتي بكلمة بها حرف ساكن أو حرف منون أو حرف مشدد ونحن ما علمنا الطالب بعد كيف ينطق الحرف الساكن أو المنون أو المشدد. فهنا الكلمات لا نختار أي كلمة هكذا، ولكن نختار كلمة مناسبة للدرس. كيف نتهجى؟ كالمعتاد ننطق كل حرف بمفرده ثم نضمه على الحروف السابقة. فنقول في السطر الأول مثلا أو دي أو دي نا أو دي نا خا بو خابو ثا خابو ثا تو طي تو طي عي تو طي عي جو عي جو عي لا جو عي لا أو دي نا خابو ثا تو طي عي جو عي لا. السطر الثاني خو لي خو لي قا خو لي قا تا جي تا جي دو تا جي دو دو كي دو كي را دو كي را تا ذا تا ذا رو تا ذا رو خلق تجد دو كي را تا ذا رو. السطر الثالث سو اي سو اي لا سو اي لا صو حو صو حو في صو حو في ضو ري ضو ري با ضو ري با طو بي طو بي ع طوبعة
سئل صحف ضرب طبع. السطر الرابع ظلي ظلم ظلم. عثي عثر عثر. فعي فعيل فعيل. قتي قتيل قتيل. ظلم عثر فعيل قتيل. وهكذا. ثم ننتقل إلى كلمات، كل كلمة مكونة من أربعة أحرف. إذا نسير مع المتعلم تدريجيا حتى يصل في النهاية إلى نطق الآية القرآنية كلها كاملة بإذن الله بدون أخطاء. نستمع الآن إلى تهجي هذه الكلمات، وكل كلمة مكونة من أربعة أحرف. بسم الله. يري ويرث ويرث. وما ومثى ومثل ومثل. لقوا لقضي لقضي. يا لقضي. أعي أعظ أعظك أعظك. ويرث ومثل لقضي أعظك. ننتبه هنا إلى نطق الكلمة الأخيرة، أعظك أعظك، ولا نقول أعظك أعظك. هذا هو النطق الأصح والأسلم كما قال علماؤنا. ثم ننتقل إلى مجموعة من الكلمات، كل كلمة مكونة من خمسة أحرف. نتهجى. بسم الله. لا ع لا علي لا علم لا علمه لا علمه. فأ فأخ فأخذ فأخذه فأخذه. فأ فأك فأكل فأكله فأكله. فب فبص فبصر فبصرك فبصرك. لعلمه فأخذه فأكله فبصرك. ثم ننتقل إلى مجموعة من الأمثلة، كل مثال مكون من كلمتين. أذن له، جعل لكم، حضر أحدكم. وننتبه للحاء في المثال الأخير، حاء وليس حاء. نتهجى هذه الكلمات، كل كلمة بمفردها، ثم نضم الكلمتين معا. بسم الله. أذي أذينا أذينا. له له أذينا له. جع جع لا جعل. لكو لكم لكم. جعل لكم. حض حضر حضر. أحد أحدك أحدكم أحدكم. حضر أحدكم. أذن أذن له. جعل لكم. حضر أحدكم. وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم الدرس المتعلق بالحالة الثالثة، وهي حالة الضم. بهذا نكون قد انتهينا من تقديم أول ثلاث حالات من حالات حروف الهجاء: الفتح، الكسر، الضم، وهي من أكثر الحالات تكرارا في القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.